انت بهمك كطالب توجيهي هذه الاسماء اللي هي مان وومن توث فوت. لاحظ فوت قدم فيت باي ان جي هي دوينج بروجكتس تصنف كلها مفرد. شو بصنفها مفرد. بيجي طالب الاستاذ انت بتضحك علينا احنا نقول انت قلت لنا شيء بينتهي باس شو ماله جمع مش هيك حكينا. لكن احنا عندنا قاعده انه اي فاعل يبدا بفعل منتهي باي ان جي انا كيف عامل مضارع تام ماضي تام مضارع مستمر ماضي مستمر مضارع بسيط ماضي بسيط. اذا النقطه رقم 3 هذا موجود معك شوفي هذا الدرس هذه النقطه والنقطه اللي قبلها والنقطه اللي قبلها موجوده معك وحده كامله بكتاب الاول ثانوي كل وحده وحده. لكن احنا هون بالتوجيه مقتطفات معلومه اساسيه بالانجليزي انه الفيرب 3 لحتى اعرف انه الفيرب 3 لازم يسبق احد افعال بي او هاف. فرساله يعني مسج برسل لك اياها الان دايركت مني هون للعقول تبعتكم انه يجب حفظ التصاريف وما بطلب منك تحفظها مره واحده ولا دفعه واحده يعني على مراحل ستيب باي ستيب. 1980 هل يعقل 1980 قبل 42 سنه يكون شيء بالمستقبل؟ فهي اول تريك بتلاقيك بتروح الطالب مستقبل مستقبل بحطها هو الفيربال.